طوال حروب القرن العشرين. نشبت بين العراق وإيران في سبتمبر أيلول 1980، وانتهت في أغسطس آب 1988، وخلفت أكثر من مليون قتيل، وألحقت أضراراً بالغة باقتصاد البلدين. اندلعت الحرب لعدة أسباب، على رأسها الدعاية الإيرانية القائمة على تصدير الثورة، واشتداد الخلاف بين العراق وإيران حول ترسيم الحدود، خاصة في منطقة شط العرب المطلة على الخليج العربي الغني بالنفط، بالإضافة إلى الاشتباكات العسكرية المتقطعة بين البلدين. قامت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ورفع قادة إيران الجدد شعار تصدير الثورة الذي كان يقلق الدول العربية المحيطة بإيران وفي مقدمتها العراق ودول الخليج. كان نظام البعث في العراق يستشعر هذا الخطر بشكل حاد، نظرا للوجود الشيعي القديم في البلد الذي هو منشأ التشيع أصلا، وتوجد فيه أهم المزارات كربلاء، النجف إلى غيرها. كما أن التنظيمات الشيعية في العراق، خاصة حزب الدعوة، كان لها حضور وازن يجعل منها رأس حربة حادا في أي مخطط إيراني للاستيلاء على السلطة. وفي المقابل كانت إيران ترصد بتوجس وصول صدام حسين للسلطة في العراق عام 1979 خلفا للرئيس أحمد حسن البكر، وتزايدت المخاوف الإيرانية في توقيعه ميثاق الدفاع العربي في فبراير شباط 1980، والذي اعتبرته إيران عملا عدائيا يستهدفها ويجيش دول المنطقة ضدها في صراع حدودي تعتبر أنه يجب أن يحافظ على طابعه الثنائي. يعود الخلاف على شط العرب إلى فترات قديمة. فطيلة العهد العثماني ظل خط تماس ساخنا بين الدولة العثمانية وإيران بمختلف الدول التي قامت فيها، وظل خاضعا للدولة العثمانية بموجب اتفاقية القسطنطينية 1913، التي نصت على أن السيادة الإيرانية، والتي تقتصر على مناطق شرق شط العرب وبعض الجزر الموجودة في أسفل وادي الرافدين، وحددت اتفاقية 1937 الحدود في شط العرب نفسه وصولا إلى عبدان. وكان الخلاف الحدودي أحد الأسباب التي أجلت اعتراف إيران باستقلال العراق سنوات، فكانت إيران تنظر إلى الجنوب العراقي ذي الأغلبية الشيعية والعامر بالمزارات كعمق روحي واجتماعي يعصر التخلي عنه. وفي مارس 1975 وقع العراق وإيران اتفاقية الجزائر في 6 مارس/آذار/1975، وتضمن التخلي إيران عن دعم الأكراد في شمال العراق مقابل اعتراف بغداد بشط العرب بالتناصف بين البلدين من خلال إعادة ما يعرف بخط التالوك إلى سابق عهده. بيد أن اتفاقية الجزائر أكدت مضامين اتفاقية القسطنطينية وجعلت منها قاعدة لترسيم مستقبلي للحدود بين البلدين، وقبل اتفاق الجزائر كانت إيران قد استغلت فرصة إخلاء بريطانيا جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، فاستولت عليها رغم مطالب دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، تأزمت العلاقات السياسية بين العراق وإيران، حيث تبادل البلدان سحب السفراء في مارس آذار 1980 وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي، كما تعرض طارق عزيز نائب رئيس الوزراء آنذاك لمحاولة اغتيال، اتهمت السلطات العراقية حزب الدعوة بالوقوف وراءها. وفي 4 سبتمبر/أيلول 1980 اتهمت العراق إيران بقصف البلدات الحدودية العراقية، معتبرة ذلك بداية للحرب. فقام الرئيس العراقي صدام حسين في 17 سبتمبر/أيلول بإلغاء اتفاقية عام 1975 مع إيران، واعتبار مياه شط العرب كاملة جزءا من المياه الإقليمية العراقية. مع تواتر الحوادث القتالية على الحدود،
قرر مجلس قيادة الثورة العراقية في 22 سبتمبر أيلول 1980 شن حملة عسكرية ضد إيران، وتقدم الجيش العراقي سريعاً، وكان تقدير القيادة العراقية يقول إن الحرب ستكون خاطفة ومحدودة لظنها أن الجيش الإيراني كان ضعيفاً بعد حملة اعتقالات نفذتها السلطات الإيرانية الجديدة لعدد من كبار قادة الجيش الإيراني إبان عهد الشاه. بيد أن تقدم القوات العراقية أذكى تعبئة وطنية قومية شاملة تغذيها الدعاية الرسمية الإيرانية القائمة على بعدين، أحدهما بعد ديني يسوق أن الحرب بين نظام إسلامي وآخر علماني بعثي، أما البعد الثاني فإذكاؤه جذوة القومية الفارسية وأمجادها الغابرة. وبعد المكاسب الأولية للجيش العراقي وأهمها السيطرة على المحمرة وعبدان ومناطق في وسط إيران، فإن التعبئة الإيرانية الواسعة اخترقت قدرا من التوازن انعكس في ثبات مواقع الفريقين في ديسمبر كانون الأول 1980 وديسمبر كانون الأول 1981. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراره رقم 479 في 28 سبتمبر أيلول 1980 يدعو فيه الطرفين إلى وقف القتال والمبادرة إلى التفاوض، لكن طرفي الصراع لم يبديا أي اهتمام بالقرار. وبحلول فبراير شباط 1982 استعاد الجيش الإيراني عبدان ومناطق واسعة في وسط البلاد، وفي مايو أيار الموالي استعاد خرمشاه، وبحلول الصيف كان الجيش الإيراني قد بدأ شن هجمات في عمق الأراضي العراقية. قبل العراق قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن في يوليو تموز 1982، لكن إيران رفضت الالتزام به. في العامين المواليين ركزت إيران جهدها على السيطرة على البصرة، فرد العراق بإطلاق حرب المدن في أبريل نيسان 1984، وهي حملات جوية كثيفة استهدفت المدن الإيرانية، وردت عليها إيران بقصف صاروخي لأهداف عسكرية واقتصادية عراقية. وبينما كانت الحروب تدور رحاها على الأرض، كانت هناك حرب أخرى تستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية للبلدين قبل أن تتوسع لتشمل الدول الداعمة، ومن ذلك مهاجمة سفن حربية إيرانية عددا من السفن التجارية الكويتية، ما دعا الكويت إلى طلب المساعدة الدولية لحماية سفنها. باستثناء الجزائر وليبيا وسوريا للعراق، فاستفاد من دعم سخي من دول الخليج لتغطية كلفة الحرب الباهظة، فقد بلغ المجهود الحربي والتسليحي العراقي أحياناً أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً، أما بالنسبة للفاعلين الدوليين فظل دورهم هامشياً إلى حدود 1986 حين شرعت إيران في استهداف ناقلات النفط الكويتية، فطلبت الكويت حماية أمريكية، فترددت واشنطن أولاً في تقديمها، ثم قررت نشر سفن حربية في الخليج لمرافقة الناقلات الكويتية. وحصل العراق على حاجته من الأسلحة من فرنسا أولاً ثم من الصين والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وكذلك من الولايات المتحدة على نطاق أقل، وإن كانت مصادر عدة تتحدث عن حصول العراق على دعم لوجستي غربي أمريكي بريطاني وفرنسي تمثل في صور بالأقمار الصناعية لمواقع الجيش الإيراني وتحركاته، وكذلك تقديم قطع غيار ومعدات وذخائر. أما إيران فحصلت على أسلحة من بعض الدول الشيوعية وقطع غيار دبابات M48 وM60 من دول أخرى، كما حصلت على دعم بالأسلحة والذخيرة من نظام الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد في سوريا ونظام العقيد الليبي معمر القذافي. انتهت حرب الخليج في 8 أغسطس/آب 1988، ويقدر خبراء اقتصاديون كلفة 8 سنوات من الحرب بأكثر من 400 مليار دولار، فضلاً عن كلفة بشرية أهم وهي أكثر من 1,000,000 قتيل وأضعاف ذلك من المصابين والمعوقين، كما خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية للبلدين، وألحقت ضرراً كبيراً بالمنشآت النفطية التي هي قوام اقتصاديهما.
لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية المرئية الأولى بالنسخة العربية.